النهاردة هنحل إن شاء الله مع بعض الديالوج بتاع الامتحان التاني من نماذج الوزارة اللي نزلت. الديالوج بتاع النموذج ده كان بيتكلم عن واحد قاعد في السينما في جنب من الجوانب بتاعة السينما، والمكان ده مخصص للنون سموكرز، الناس اللي ما بتدخنش. وبعد كده جه جنب واحد عايز يدخن أو كده، وهنشوف الحوار. الدايلوج ده انا حليته قبل كده في الديلي براكتس، عشان كده حتى دايما كنت اقول لكم الديلي براكتس مهم، وساعات فيه بتكون اسئله يعني كويس حلوه وممكن تيجي. عشان ما اشرحوش تاني، هو موجود قبل كده، انا حطيته لكم تاني في الفيديو ده علشان اللي ما شافوش قبل كده يشوفه ويعرف ان هو جه في النموذج. يعني المهم ان في اختلافات بسيطة، هي نفس الفكرة العامة ولكن في اختلافات بسيطة في النقط، مغيرين شوية، طالبين حاجات غير اللي كانت مطلوبة هناك، ولكن الفكرة هي. عشان كده ما كانش في داعي ان هو يتشرح مرة تاني، هسيبكم تتفرجوا عليه. مساء الخير، معاد الديلي براكتس. النهاردة هنحل مع بعض الديالوج. الديالوج النهاردة بيقول توم is sitting at the cinema on the right hand side which is usually reserved for non-smokers. He is talking to another man. المان ده بيقول له have you got a light؟ قال له sorry I don't smoke. Anyway this is a no smoking area. So وقال له جملة، فقال له oh it's alright I found my box of matches. قال له I'm sorry maybe you didn't hear me. Perhaps you didn't realize but smoking. وقال له جملة تاني، قال له oh. وراح سأله سؤال، فقال له how dare you. Of course everybody has to pay attention to that. فراح الرجل قال له I am telling you that nobody pays attention to that. فتم راح قال له I'm afraid I do. So I'd be very grateful if you. وقال له جملة، فالرجل رد بسؤال كان إجابته قال له yes there is you can move to the left hand side that's where you can smoke. قال له alright I will move to the other side please. وقال له جملة تمام. طيب ايه فهمنا ايه من الكلام ده، او تعال نفهم الكلام مع بعض. بيقول هو قاعد في المكان في السينما اللي هو معمول للي غير مدخنين، يعني التدخين هنا ممنوع في الرايت هاند سايد ده. فبيتكلم مع واحد تاني، الراجل بيقول له have you got a light. ولو لو ما عرفتش كلمة light او ما عرفتش تخمنها هتتعب فهم الديالوج ده شوية. اللايت اللي هي الولاعة، تمام. فبيقول له هل معاك ولاعة في البداية، يعني اللي بيدخن بيقول له ممكن تولع لي، عندك معاك ولاعة كده. فقال له لا سوري انا ما بدخنش فاكيد ما معيش ولاعة. وبعدين قال له anyway المكان هنا مش مكان تدخين، ده no smoking area، ده ممنوع في التدخين. So لذلك عايز يقول له انت ما ينفعش تدخن هنا عشان ده مش مكان تدخين. راح الراجل عمل عبيط، قال له oh it's alright I found my box of matches. قال له اه طبعا خلاص تمام انا لقيت الكبريت بتاعي. فراح التاني اتعصب قال له بص انت شكلك ما سمعتنيش، انا بقول لك ان المكان هنا مش بتاع تدخين. طيب تعال نحل الجملة الأولى. لو قال له this is a no smoking area so عايز أقول ما ينفعش تدخن هنا، يبقى ممكن أقول you are not allowed to smoke here أو you mustn't smoke here. ماشي. راح تاني نفض وقال له خلاص أنا لقيت الكبريت، فقال له I'm sorry maybe you didn't hear me، شكلك ما سمعتنيش. Perhaps you didn't realize but smoking عايز يقول له التدخين هنا ممنوع، افهم التدخين هنا ممنوع، يبقى smoking is prohibited مثلا here، تمام ممنوع هنا يا عم. فاهتم اخيرا قال له اوه، راح سأله سؤال فالراجل اتعصب اكتر بيقول له how dare you of course everybody has to pay attention to that. طيب of course هنا يعني هو سأله سؤال بهل، والاجابة كان بيقول له ايوه كل الناس لازم تدي اهتمام للموضوع ده، فأكيد بيقول له هو في حد لسه بيهتم بالموضوع ده أو في حد مهتم بالموضوع ده. فيبقى يقول له إيه مثلا، يقول له does anybody pay attention to that.
فقال له of course everybody has to pay attention to that، يجب على كل واحد ان هو يهتم بالموضوع ده. فراح الراجل قال له I'm telling you that nobody pays attention، يا عم انا بص اسمع مني بس محدش بيهتم. قال له I'm afraid I do، يعني بس للأسف انا بهتم يا سيدي، يعني انا اللي هتقعد جنبي وانا اللي هتقرفني بالسيجارة. So I'd be very grateful if، عايز يقول له انا هبقى سيدي ممتن لك لو ما دخنتش، يبقى if you didn't smoke. okay و didn't ماضي والناحية التانية would من حالة if، ماشي. فالراجل قال له سؤال يعني هنا بيقول له انا عايزك ما تدخنش، يعني فالراجل سأله سؤال قال له yes there is you can move to the left hand side، هناك ممكن تدخن. فأكيد الراجل عايز يدخن، فبيقول له هو طب ملهاش سكة تاني، يعني مفيش حاجة تاني ممكن أعملها عشان أدخن من غير ما أضايقك يعني. فممكن يقول له isn't there any other solution، مفيش حل تاني غير إني ما أدخنش. فقال له آه ممكن تروح الناحية التانية دي، هناك بيدخنوا فيها عادي. قال alright I will move to the other side. بعد كده قال له جملة، قال له please، وجملة ممكن يقول له مثلا لو هو يعني حس على دمه ممكن يقول له forgive me علشان هو بارد من اول الconversation، وممكن يقول له طب لو سمحت عديني مثلا عشان هو قاعد من جنبه. اوكي فمفتوحة ممكن نستعمل دي او دي، فممكن اقول له let me pass يعني عديني، او ممكن اقول له forgive me لو عايزين يعني نقول ان هو حس الكلام وبايخ من بدري فبيقول له سامحني اني كنت هدخن هنا يعني. اوكي كده كانت نهاية الديالوج بتاعنا، اشوفكم على خير في الديلي براكتس اللي جاي.